الاهتمام الزائد بالولاد ممكن يأثر هذا على شخصيته أو بالمستقبل يصير شخص تاني مثلا أناني متكل، يصير إنسان متكل جدا. يعني لهيك تركيه لحاله بيقوي شخصيته. الغناج الزايد والمصروف والمصاري، وممكن الولد يشز يتسيء معاملته ممكن، أو تصرفاته برا البيت مثلا سهر طلعات فوتات ممكن. ما بيخربوا لا، العكس لا أبداً. لا الغنج ما يعني شي بحدو، والولد قلتي له هالشغله باك تجيبيها بتجيبيها لما تكذبي عليه، بيقول كذبت علي، كان هداك بده هاك الشغله وهاك الشغله، يا بتجيبي الاثنين يا اما قلي لهم بعدين بجيب لكم يا ماما، بدك تداريهم مثل عين الكويسه. انا برايي واحد ما يغنجوا للولد. ليه؟ لانه بصغره بتغنجي، بس كبر ابقى فيتك عليه. انا صايره معي هيك كثير شغله. ما بيرد علي بقى، بس كبيرة بقى بيرد لأن غنجته كتير 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 بيأثر عن جد. ما لازم العاطفة الزايدة، ما لازم أبدا العواطف الزايدة، ما لازم نعطيها ونبزخ فيها أبدا للأولاد. لازم شوي هن يركضوا ورانا، من إحنا نركض وراهم، من إحنا نجيب لهم شو ما بدهم وشو ما طلبوا وشو ما كذا. لا لازم نقنن، لازم التقنين كثير كثير ضروري للولاد. اما تعطيهم هيك بزخ عن فاتي وطالعه وتجيبي لهم شيء ما بدهم اياه وكذا كثير غلط. الغنج والدلال هيدا بيخرب الولا. انت الغنج والدلال امتى؟ وقت اللي بتكافئي اذا شغل عمل شغله حلوه. الدلال الزايد بيصير بيميعه للولد كثير وبيصير بيطلب شغلات كثير، واحيانا الاهل انه ما عندهم قدره يجيبوا لولدهم، ما كل الناس عند القدرة، عرفت انه شيء بالمعقول يعني، ما كتير حلوة الجلاءة للولد مثل ما بيقولوا، ولا كتير انه تكون حاسمة معه كتير يعني لأبعد حد، يعني على المتوسط بيمشي الحال. هلأ طبعا اذا زادت عن حد ايه كل شيء بالمعقول بالمنطق، الزايد الاهتمام الزايد بيفسد الولد، الدلال كل شيء بالمنطق بيكون احسن بين الاولاد. بيأثر بانه بيعلمه انه ما يتكل على نفسه كتير وبده حدا يضل يهتم فيه. ايه عدم الاعتماد على النفس والثقه بالنفس، بتلاقيها الصغيره بضل راكده عند امها شو بدي ساوي شو بدي اعمل. بيأثر بس يكبر الولد بيحس حاله مدلل، بتنبي ما خايفين يشتغل، بيتكل على اهله، شايف شلون؟ فلما بيكون من البدايه عم يشتغل مثلا، انا عندي الولاد اثنين الله يخليهم، خلي شبابك اولادك، اذا عندك اولاد ابني طالب جامعه ببعته على الشغل بيشتغل وبيدرس ما بقصر معه، بعاملهم كشباب يعني خرفقات. بصير الولد اتكالي وما عاد بقى يصير عنده، بصير بيضل حاسس انه في حدا بده يفكر عنه اصلا، ما عاد بقى هو يفكر، ما عاد بقى هو يتحرك ولا يخطط لحاله اي حياته بالمستقبل يعني، بيضل هيك متعب لحتى يتجوز يصير عنده اولاد، بصير بهي القصه يعني، وهيدي مشكله يعني. بصير احيانا متطلب زياده، احيانا بصير مثلا اي شيء بشوفه برا ما قدرتي امنتي له اياه بيقلب اكتئاب عنده، يعني ممكن ما كثير ياثر عليكي ويقلح انه لحتى تنفذي له رغباته، بس ضمنيا كثير بيكون مزعوج ومتضايق.